بسم الله الرحمن الرحيم. CCNA، أتمنى المحاضرة اللي فاتت تكون محاضرة جميلة وصلت المعلومة في الـ VLSM أو الـ Variable Length Subnet Mask، أو الجزء يعني الخاص بالـ IP والـ Subnetting. في تنويه بسيط بس قبل ما نبتدي المحاضرة، يعني في مشكلة بتقابلني أنا والدعم الفني بخصوص الشات. فيا ريت يا جماعة نخلي الشات للضرورة القصوى، يا ريت، لأن الشات ده هيبقى وسيلتي أنا كمان إن أنا أعرف أسئلة الناس في المنهج. فنخلي الشات للضرورة القصوى، لأن لما بنكتب ورا بعض كده كتير ما بعرفش أركز في الأسئلة، فبيلفت انتباهي مثلا كلمة أو سؤال تاني بره المنهج فبتشتتني. فيا ريت نخلي الشات للضرورة القصوى عشان كمان نسهل على الدعم الفني في التواصل معاكم. الحاجة التانية، إن شاء الله بعد كل جزئية أما نشرحها هناخد زي كده بريك 5 دقايق أو حاجة، هسأل فيها الناس عن رأيهم وأسئلتهم في الجزئية دي. نبتدي المحاضرة مراجعة سريعة كده على الجزء الخاص بالـ IPs، طبعا هنكمله النهاردة إن شاء الله. ويبدو إن المواعيد اللي إحنا مقررينها لكورس الـ CCNA الـ10 أيام مش هحتاج فيه، لأن الوقت بياخدنا، ف هنخليها بقى ايه بالظروف، يعني ظروف يعني حسب ما ياخد مننا كل درس نديله حقه، بس اهم حاجة وزي ما يطلع الوقت بقى ده ان شاء الله، يعني بعد اذن الدعم الفني او الناس المشرفين على القاعدة. اتكلمنا المرة اللي فاتت على الاي بيهات والسبنيتنج، الجزء الخاص بالسوفت وير بقى في اعداد الشبكة. احنا عرفنا ازاي نعدي الشبكة من ناحية الهارد وير، وعرفنا ما بيلزمني 3 حاجات، السويتش والكابلات والان اي سي او كارت الشبكه. كده من ناحيه الهاردوير خلاص خلصنا. نبتدي بقى من ناحيه السوفت وير، اعدادات الاجهزه علشان نخليها تتواصل مع بعضها او تشوف بعض. وعرفنا ان اهم او اسهل طريقه ان انا اعرف اجهزه شافت بعض ولا لا بعد بعض ولا لا بعد اعدادات الاي بيهات هو امر البنج. البنج اللي بيستخدم بروتوكول اسمه اي سي ام بي، انترنت كنترول مسيئو والمسيئو والمسيئو والمسيئو. اتشيك اذا كان الجهاز الاف لاين، يبقى احنا كده في شبكه واحده واي بي هاتنا سليم. عرفنا ان انا عشان اعد اي بي هات بصوره سليمه، ولو اتسالت في انترفيو او في امتحان او حتى في بيئه عمليه في شغل عملي، السؤال بيجي بمنتهى البساطه كده، هات لي سب نت ماسك. وعرفنا ان الشغل كله في السب نت ماسك، كل حاجه في السب نت ماسك. قول لي هات لي سب، قول لي هات لي سب نت ماسك يشيل 80 جهاز، هات لي سبنت ماسك يشيل 10 شبكات، هات لي سبنت ماسك يشيل 80 جهاز و10 شبكات في سؤال واحد. كده كده سواء سالت هات لي سبنت ماسك يشيل عدد 80 جهاز او سبنت ماسك يشيل عدد 80 جهاز و10 شبكات، اركز على الاجهزه الاول، فاجيب السبنت ماسك اللي يجيب اللي يشيل الاجهزه دي. طبعا بمجرد ما يتقال لي السؤال استدعي القانون على طول، 2 اس اتش ناقص 2، 2 اس كام بيساوي 80، 2 اس 6 ب 64. لا ما ينفعش، لازم على الاقل يعني الرقم يكون اكتر من عدد الاجهزه المطلوب. طب 2 اس 7 ب 128، تمام، يبقى هي 2 اس 7 اقل حاجه. 7 دي تنزل اصفار من اليمين، اصفار من اليمين، 1 2 3 4 5 6 7، والباقي واحد. الباقي اللي هو كام؟ باقي ال 32 بت، 32 بت، 32 بت، 32 بت، 32 بت، 32 بت. لان قلنا السبنت ماسك بما انه كل اوكتت بيتقسم اوكتت هيبقى 8 بت، يعني 4 في 8 ب 32، يبقى الاوكتت الاخراني، الاوكتت الاخراني ده فاضل ده الواحد عشان يتقفل كده خلاص، والباقي ينزل وحايد. هيبقى 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد تحويله باستخدام الآلة زي ما شفنا المرة اللي فاتت، هنلاقي ده تحول ل 255 255 255 128. ده سبنت ماسك يشيل على الأقل 80 80 80 جهاز. يجيب لي اي بي عشوائي، يقول لي 100 200 210 40 210 40، ويقول لي على، يقول لي على مثلا 16. ايه على 16 دي؟ دي حاجه جديده، دي حاجه جديده، دي حاجه جديده، دي هناخدها النهارده. هي معلومه سريعه يعني، عم انت مش تقول لنا السبنت ماسك لازم يبقى 255 كده يعني يتقري بالطريقه دي؟ لا دي، لا، الرقم ده اختصار للسبنت ماسك اسمه سي اي دي ار، كلاسلس
انتر دومين راوتينج، كلاسليس انتر دومين راوتينج. عبارة عن ايه ده بقى؟ زيرو، تمام، ادي على 22. طيب لو قال لي مثلا على 22، الرقم ده يقع او بعد ما يكتب لي الرقم ده جاب لي اي بي تاني عشوائي، قال لي الاي بي اللي عشوائي التاني دوت يقع او ينفع يتشاف مع السبنت ماسك ده بطريقه تانيه، ممكن يجيب لي سبنت عنوان رئيسي في الشبكه 100 200 100 200 210 0 مثلا على 22، ويجيب لي الاي بي ده يقول لي الاي بي ده واقع في الرينج ولا بره الرينج. ده هيستلزم ان انا اقوم بالعمليه بتاعتي، العمليه بتاعت الاند والاور عشان اجيب بيها السبنت وعمليه الحاجز، نرجع لها المحاضره اللي فاتت، واشوف فعلا الاي بي ده واقع بينهم ولا لا. طبعا ده هيستلزم ان احنا نرجع للمحاضره اللي فاتت. دي اغلب اسئله الاي بيز وسب نتنج، انه يا اما يجيب لي شبكه سب نت يقول لي السب نت ده يشيل عدد كذا اجهزه، او الحد الادنى للسب نت ده يشيل كام جهاز ويجيب لي اختيارات واختار بينها، او يجيب لي السب نت سب نت ماسك يعني ويقول لي يشيل كام شبكه ويجيب لي اختيارات واختار بينها، او يجيب لي اي بي عشوائي على سي اي دي ار اللي هو سب نت ماسك ويقول لي يا ترى الاي بي ده واقع في الرينج ولا لا، فلازم ساعتها اعمل عمليه حسابيه. دي اغلب اسئله الاي بيهات، الاي بي سواء في انترفيو او في الشبكه. وطبعا عرفنا ازاي نجيب رنجات وازاي نجيب شبكات استخدمها في الشبكه بتاعتي. طيب نعلى شويه الكلام ونكمل الجزء الخاص بالاي بيهات. احنا كده نعتبر خلاص انتهينا من الاي بيهات واعدادات الشبكات بالنسبه لكتابه الاي بيهات والسب نتنج. نيجي نتكلم بقى على مفاهيم بنشوفها كتير كتير. بنشوف مفهوم اسمه virtual اي بي، وبنشوف مفهوم تاني اسمه بي، تاني اسمه بي، بنشوف مفهوم تالت اسمه public اي بي، وبنشوف مفهوم رابع اسمه public اي بي و real اي بي. ثواني عشان بشير السكرين. تالي كده الصورة واضحة، كده الصورة واضحة عند الكل اللي انا عملت لها ديسيبل وشغلتها تاني. نرجع للشيت بتاعنا، مراجعة سريعة، ادي السي اي دي ار الناس اللي فاتتها الجزئية بتاعت الصورة، الرقم ساعات بنشوف الاي بي كده اهو على 22. ده اختصار في كتابة السبنت ماسك، يعني بمعنى اخر بنحول السبنت ماسك الوحيد ونعد عدد الوحيد ونكتبها كده كنوع من الاختصار مش اكتر. دي حاجة. الحاجة التانية مفاهيم الاخرى في الاي بي هات، عندي مفهوم الفيرتشوال اي بي والبرايفت اي بي والبابليك اي بي والريال اي بي. طيب ايه الفرق بين دول؟ الاثنين دول مفهوم واحد والاثنين دول مفهوم واحد بيشيروا لحاجه واحده. ايه هي بقى الحاجه الواحده؟ الفيرتشوال اي بي والبرايفت اي بي، اي بيهات ما ينفعش تتكتب غير في شبكه داخليه، ما ينفعش تطلع على الانترنت، يعني ما ينفعش اكتبها في ديفايس بيطلع على الانترنت ما بتتشافش، وليها رنجات محجوزه للشبكه الداخليه هنقولها دلوقتي. اما البابليك والريال اي بي فاي بيهات حقيقيه بيتم شرائها في نفس الرنجات ونفس الكلاسز وكل حاجه، بس بتبتدي من كذا لكذا، دي ينفع كذا، دي ينفع تطلع على الانترنت وينفع اشوفها على الانترنت، ما ينفعش اكتبها في شبكه. اما الفيرتشوال اي بي والبرايفت اي بي تبقى اي بيهات مصممه لتواصل الاجهزه داخليا، اما في خروجها على الانترنت لا، بتلاقي الجهاز بتاعك او الراوتر بتاعك بيسحب ريال اي بي من البروفايدر اللي انت واخد منه الانترنت. طب نشوف خير مثال على ذلك، ان احنا نشوف مثلا عندنا موقع شو اي بي دوت كوم. شو اي بي دوت كوم هيجيب لي الريال اي بي بتاعي، ده الريال اي بي بتاع جهازي دلوقتي. طبعا ممكن بعض المخترقين دلوقتي يكونوا مركزين معايا ويخترقوا جهازي،
الناس الشاطرة يعني، ما علينا. حالا نلاحظ ان هو رينج مختلف، او بمعنى اخر شكل مختلف كده عن الرينجات اللي احنا بنكتبها في اجهزتنا الداخليه. ده انا بروح اشتريه زي ما هو كده، او بيتباع لي زي ما هو. طبعا بما اني واخد اشتراك نت فهو بيجي لي مجانا مع اشتراك النت، لكن مفروض ان انا بقى عندي اجهزه عايز اثبت لها الاي بيهات، فلازم اشتري لها بلوكات، او لازم اشتري لها اي بيهات من البروفايدر اللي انا واخد منه الانترنت. فالاي بي بيبقى شكله كده، هو بشتريه مع السب نت ماسك، وبشتريه مع جيت واي. يعني بمعنى اخر لما اجي اشتري اي بي اخر لما هات بشتري ثلاث حاجات، اي بي وسب نت ماسك وجيت واي. بيبقى هو ده شكله، ده اسمه ريال اي بي او بابليك، مش بمزاجي بحصل عليه ثابت من البروفايدر بيدي الانترنت. اما الاي بي انترنت اما الاي بي انترنت اما الاي بيهات الداخليه بقى اللي بتتكتب في الشبكه الداخليه، اللي هي 192.168 172.16، الكلام ده كله متشافش على الانترنت. يعني انت لا يمكن تروح تشتري اي بي وتلاقيه 192.168، لا يمكن. لا يمكن تروح تشتري اي بي تلاقيه مثلا 172.30 مثلا، ما ينفعش. الاي بيهات دي كلها محجوزه للبابليك، اسف للبرايفت والفيرتشوال، الشبكات الداخليه اكتبها براحتك في شبكه داخليه. اما هتطلع على الانترنت فلازم الراوتر بتاعك ياخد ريل اي بي، وعن طريق خاصيه هندرسها ان شاء الله اسمها النات، بقدر اطلع البرايفت الاي بيز كلها، اللي هي اي بيز كلها اللي هي الاجهزه الداخليه عندي، بطلعها على الانترنت بريال اي بي واحد بس هو اللي بحتاج اشتري. تمام، ان شاء الله ندرسها في النات. الفيرتشوال اي بي والبرايفت اي بي دول ايه هي رنجاتهم؟ هي رنجاتهم كلاس ايه بيبتدي من 10.0.0.254.255.255. طب كلاس بي بيبتدي من 172.16.0.0 ل 172.31.0، اسف، .254.255. طب كلاس سي طبعا حبيبنا على طول بنقوله لوحدنا، 192.168.0.0.192.168.255. دي بتتحفظ زي ما هي كده. الرنجات من 10.0.0 ل 10.255.255 دي اكتبها في شبكه داخليه كلاس ايه. كلاس بي نفس الكلام، 172.16 ل 172.31، 192.168 ل 192.168.255، وهكذا. دول لا يمكن تلاقي رينج بينهم ريال اي بي، تروح تشتري اي بي يديك اي بي في رينج بينهم، لو رحت الشركه اديت لك ريال اي بي واقع بينهم، اعرف انه بيضحك عليك، ده مش ريال اي بي. يبقى اي رقم تاني يصلح انه يكون ريال اي بي. تمام، يبقى عرفنا الفروقات بين المفاهيم ديت، وعرفنا مفهوم السي اي دي ار كلاسلس انتر دومين راوتنج اللي هو اختصار السب نت ماسك في الكتابه. طيب كده نبقى اتكلمنا على الاي بيهات بصفه عامه، والمحاضره اللي فاتت عرفنا ان كمان في كلاسين مجهولين، كلاس دي وكلاس اي. كلاس دي كلاس اساسي بس احنا ما بنستخدمهوش بايدينا، بيستخدم في عمليه المالتي كاست من قبل البروتوكولات والبرامج اللي بتستخدم البرودكاست، وهنشرح توضيحيا ان شاء الله في وقته البرودكاست ده عباره عن ايه. لكن البرودكاست هو عمليه بصوره عامه، يعني هو عمليه ارسال رساله واحده توصل، رساله واحده توصل لمجموعه اي بيهات في الشبكه. احنا عرفنا ان احنا عندنا عمليه رساله واحده توصل للشبكه كلها، يبقى توصل لرينج كامل من الفيرست فاليد لللاست فاليد. العمليه الاقل منها شويه عمليه المالتي كاست، عايز ابعت رساله لرينج معين من الاي بيهات في شبكه واحده، يعني من 01 ل 015، دي اسمها رساله مالتي كاست. طب رساله جهاز لجهاز، الرساله العاديه بقى مثلا عايز اعمل داونلود من جهاز، عايز ابعت ايميل لجهاز بعينه، يبقى دي اسمها يوني كاست. دول ثلاث مفاهيم بسرعه كده في تواصل الاجهزه مع بعض. تمام. طيب برضو ننوه النهارده لمراجعه سريعه على الدرس اللي فات، وان شاء الله في خلال دقائق باذن الله بعد ما ننتهي من الجزء الاول في درسنا النهارده، الحديث عن الراوتر، هندي كده زي بريك 5 دقايق نسال الاسئله اللي احنا عايزينها، هنيجي بقى تاني مهم خاص قبل ما نتكلم عن الراوتر، جزء خاص بالاوزي لايرز اللي اتكلمنا عليها. نبقى كده عرفنا او شملنا كل الكلام عن الاوزي لايرز. الاوزي لايرز اسئلتها في المحاضره في الامتحان او في
الانترفيو بتتمثل في ان انت ممكن تتسأل عن اللاير دي بيشتغل عليها بروتوكول ايه، او اللاير دي بيشتغل عليها جهاز ايه. بالنسبه للديفايسز اللي بتشتغل على لاير معينه اخرها لاير معينه، عندك اخرك لاير 3 يعني 1 و 2 و 3، ما فيش بعد كده ديفايسز. يعني لاير 1 مثلا بيشتغل عليها الهب، وبيشتغل عليها حاجه اسمها الريبيتر. الريبيتر ده انقرض بمجرد اختراع السويتش. الريبيتر ده كان بيكرر الاشاره، يعني مش احنا قلنا الكابل اليو تي بي اخره 100 متر، يبقى في نهايه ال 100 متر الاشاره بتضعف. طب عشان اكون الاشاره بحط لها جهاز اسمه ريبيتر، كان ثمنه غالي جدا وانقرض استخدامه بعد ظهور السويتش، فكان بيكرر الاشاره 100 متر تاني وهكذا. دلوقتي بعد ظهور السويتش ممكن احطه مكان الريبيتر في اخر ال 100 متر اقوي الاشاره مره تانيه. دول بيشتغلوا اخرهم لاير 1، ما بيشوفوش غير اصفار وحايد. طب لاير 2، لاير 2 سويتش. سويتش خير مثال على الاجهزه اللي اخرها لاير 2. طب لاير 3 حبيبنا طبعا الراوتر ده اخره لاير 3. بعد كده مفيش ديفايس، كده مفيش ديفايسز بقى، يعني كل الاجهزه بعد كده عباره عن جهاز كمبيوتر. كده لازم يكون جهاز كمبيوتر بقى، تمام. طب ده بالنسبه للاجهزه. بالنسبه للبروتوكولات، انا رافع على الموقع، رافع على الموقع بتاعي لينك كده خاص بالبروتوكولات والبورتات واكتر من كده، يعني رافع اغلب البورتات، رقم البورت والبروتوكول اللي بيشتغل عليه، واحنا نوهنا قبل كده فكره البروتوكول والبورت، هو ان البروتوكول هو البرنامج اللي بيقوم بنقل الداتا من خلال البورت او من خلال المنفذ المعين ده في الجهاز. حسب نوع الداتا بستدي البروتوكول الخاص بيها، يعني لو عايز اتصفح موقع لازم استدي بروتوكول زي الاتش تي تي، عايز اعمل داونلود لداتا لازم استدي بروتوكول زي الاف تي بي وهكذا. يبقى حسب نوع الداتا بستدعي البروتوكول اللي بيدخل ويخرج من الجهاز عن طريق بورت معين او ثغره في الاوبريتنج سيستم. كده نبقى اتكلمنا بصوره عامه عن البروتوكولات، وارجو ان انتوا تشوفوا الملف بتاع البورتات دوت لانه مهم جدا، اللي موجود على الموقع عندي، انا هوريه لكم، ممكن تعملوا داونلود من الموقع، بص عليه بسرعه شكله عامل ازاي. هو ده جايب لك رقم البورت واسم البروتوكول، واذا كان بيشتغل عليه تي سي بي ويو دي بي بس، ولا بيشتغل عليه تي سي بي بس او يو دي بي بس وهكذا. قدامه اسم البروتوكول، الملف ده موجود على الموقع عندي، ممكن كلنا ننزله، تمام. ده مجرد معلومات او علم بالشيء بس عشان نعرف كزيادة تحصيل الارقام، البروتوكولات اللي بيشتغل عليها كل بروتوكول بتنفع الناس اللي بيشتغلوا على الجيت ويز او اللي بيشتغلوا على الفاير وولز بصفه عامه. هنبتدي بقى نحتك بدرس جديد. درسنا النهارده احتكاك عملي بالراوتر، طبعا الراوتر ليه دور مهم جدا، انه بيخلي الشبكات او السبنتات المختلفه تشوف بعض. ده دور الراوتر الاساسي. يعني انا مجرد ان انا يبقى عندي سويتش وكابلات و ان اي سي او اجهزه كمبيوتر كده اقدر اكون لان، شبكه داخل نفس الشبكات من شبكه سبنت تاني سبنت تاني سبنت تاني، ماشي مفيش مشاكل، بس كل سبنت هيتواصل مع بعضه، يعني رقم 20 جهاز في الشبكه متصلين على سويتش واحد. ممكن اخلي 10 اجهزه يشوفوا 10 اجهزه يشوفوا 10 اجهزه يشوفوا بعض و10 اجهزه يشوفوا بعض، لكن لا يمكن لا شيء عن طريق سبنت ان انا اقسم دي كلاس، دي كلاس اسف كلاس ايه، او الاثنين مثلا كلاس، بغض النظر عن كلاس ممكن مختلف، سبنتات مختلف، سبنت ماسك مختلف كده، اخلي افصل الشبكه دي، يعني الشبكه دي بالطريقه بتاعتنا اللي احنا درسناها. طيب ومن غير لا راوتر حاجه. طب دلوقتي دور الراوتر هيبقى ايه؟ دور الراوتر هيبقى اني هخليه لو انا وصلته بالسويتش بتاعنا دوت اللي متوصل عليه ال 20 جهاز، هخليه يخلي الشبكتين يشوفوا بعض بالعافيه. يعني ايه يشوفوا بعض بالعافيه؟ عن طريق عمليه الراوتنج. يبقى دور الراوتر انه بيخلي الشبكات المختلفه او السبنتات المختلفه تشوف بعضها بالعافيه. علشان كده الراوتر عشان يطلعني على الانترنت لازم يكون معمول، له راوتنج. الراوتر بتاع الاي دي اس ال مثلا لازم يكون معمول له، راوتنج. يعني بسجل فيه بيانات الشبكه بتاعتي باي بي هاتي، بيانات الانترنت، كل الرنجات المتوقعه ان الجهاز بتاعي لو طلع الانترنت يشوفها لازم تبقى متسجله في الراوتر. الراوتر هندرسها ان شاء الله النهارده لو قدرنا نوصل لها، او الشرح
يعني اخد حقه النهارده ان شاء الله. فلو الراوتر بتاعي مش معمول له كونفيجريشن بحيث انه يراوت او يشوف كل الرنجات، هيبقى عندي مشكله في الخروج على الانترنت، ودي هندرسها تفصيليا ان شاء الله. بس نعرف ان هو ده دور الراوتر، ان لازم اعمله كونفيجريشن. الكونفيجريشن دي مفادها ان انا بقول له خلي بالك انا شغال على سب نت كذا وسب نت ماسك كذا، دي بياناتي، عايزك تخليني اشوف شبكه سب نتها كذا، او لو هطلع على الانترنت فبكتب له كل السب نتات وكل الاي بيهات عايز اشوفها بطريقه هندرسها ان شاء الله. يبقى هي دي فكره الراوتر، بيخلي الشبكات المختلفه تشوف بعض، ده دور مهم جدا. الراوتر بيقوم بايه؟ الراوتر بيقوم بتسجيل بيانات الاول في حاجه اسمها راوتنج تيبل. الراوتنج تيبل ده عباره عن هنا نتورك بيعمل جدول بيبقى فيه في ثلاث اعمده اساسيه، وهنا المترك نتورك بيكتب فيها السب نت بتاع الشبكه بتاعتي. انا موصل كابل شبكه بالراوتر، كارت شبكه بالكارت راوتر، كارت الشبكه ده الراوتر اكتشف ان السب نت ماسك بتاعي على 24، يعني 255 255 255 0. طب والسب نت الاي بيهات بتاعتي 192 168 10 على 24، يقوم مسجلها هنا كده. دول تبع انترفيس كام؟ افرض عندي اكتر من كارت شبكه، لا ده في لوكال اريا كونكشن، كان كارت اللان اللي عندي اللي هو رقم واحد، تمام، دي الشبكه رقم اللي هو بتاعت الكارت رقم واحد. دول رايحين فين؟ رايحين للراوتر رقم واحد مباشره. يعني ايه راوتر رقم واحد؟ مش انا الراوتر بتاعي ممكن يكون شايف راوتر تاني، شوف يكون شايف راوتر تالت، والراوتر التالت متوصل بالراوتر الرابع، والرابع متوصل بخامس، وهكذا. هو ده الانترنت، فالرواتر كلها هتبقى شايفه بعض. طيب اول راوتر جهازي متوصل بيه ده تركيبه زيرو، يبقى عارفين ترتيب الارقام في عالم الديجيتال بيبتدي من زيرو. يبقى كده كارت او الراوتر بيعرف اول فتحه عنده اللي هي لان 1، اللي هي لان 1، وبيقول ان دي عندي انا، اللي هو عايز اشوف الراوتر بتاعي برضو بس في فرع اسكندريه مثلا، عايز اربط الشبكتين ببعض. يبقى ساعتها هيكتب تاني كاريت جدول جنب الاولاني ويسميه برضو نتورك وانترفيس ومتريك، ويجي هنا يقول انا عايز اشوف الشبكه بتاعت اسكندريه او الراوتر بتاع اسكندريه. طب الراوتر بتاع اسكندريه اي بي كام؟ 172.16.0.0.0.0 على 16، ده السب نت. الانترفيس بتاع الراوتر اللي هناك اسمه مثلا 2، خلاص ترتيبه كام؟ ده الراوتر اللي بيسجل الجدول ده عنده ترتيبه كام؟ رقم واحد، اللي هو يعني الثاني، رقم واحد هنا يعني يبقى رقم اثنين. يبقى كده الراوتر انا بقول له، او هو في الراوتنج تيبل دلوقتي متوصل بيه هي الشبكه بياناتها كذا، متوصل عن طريق فتحه الايثرنت او فتحه الشبكه عندي رقم واحد. رقم واحد عندي مين؟ عندي انا. زيرو يبقى دي البيانات دي عندي انا. عايزها تشوف مين؟ عايزه تشوف راوتر متوصل بيا مباشره عن طريق لان 2 متوصل بيا، ده راوتر متوصل بيا مباشره، ده اول راوتر هقابله شبكته رقمها 172.16.0.0 على 16، ترتيبه يعتبر رقم 2، يعني اول راوتر بعدي او متوصل بيا مباشره، مفيش بيني وبينه رواتر، عايز الاثنين دول يشوفوا بعض. اي شبكات في صف واحد تشوف بعض، اي شبكات دلوقتي في صف واحد تشوف بعض، مع ان من غير راوتر لا يمكن جهاز يبقى 192.168.1.5 مثلا على 24 يعمل بينج على 172.16 على 16، لا يمكن. لا، الراوتر لو في بينهم راوتر وخليته يسجل بيانات الشبكه دي وبيانات الشبكه دي، ما دام متسجلين في الراوتنج تيبل على سطر واحد او صف واحد، هيشوفوا بعض بالعافيه. هو ده دور الراوتر. يبقى فهمنا فكره الراوتر والراوتنج تيبل. طيب هنيجي بقى نتكلم على الراوتر كديفايس او كهاردوير. طبعا الراوتر انا بشتريه
بتخرجه من الكرتونة بتاعته حتة حديد، مش فاهم أي حاجة. كقطعة حديد محتاجة تتبرمج، هيتبرمج إزاي؟ لازم أوصله مباشرة بجهاز الكمبيوتر عشان أبتدي أبرمجه. هنشوف كده، بسرعة نوع من أنواع الراوتر اللي كانت شهيرة في فترة من الفترات، برغم إنه كان قوي فعلا الراوتر ده، بس استخدامه قل بسبب ضعفه مقارنة بالرواتر الأخرى. الراوتر ده بيجي زي ما هو كده، في فتحة اسمها فتحة الكونسول، وفتحة اسمها الأوكسلري، نوقف علشان أطفي وأشغل، وفي جزء تاني فيه كابل باور. بقية البورتات دي بتبقى اختيارية، في بعض الرواتر بتيجي فيها بلت إن زي ده كده ما ينفعش أغيرها، وفي بعض الرواتر بتسمح لي إن أنا أركب فتحة جديدة أو أركب فتحة من نوع جديد، هنتكلم عن واحد الفتحات التفصيلية. لكن الفتحات الأساسية اللي ما ينفعش الراوتر يخلو منها فتحة الكونسول. عندي فتحة تانية اسمها فتحة الأوكسلري، دي بتسمح لي إن أنا برضو أداءها زي أداء فتحة الكونسول، وهنعرفها دلوقتي، بس برضو بتبقى ساعات اختيارية ممكن ما أشوفهاش في كل الرواتر. لكن الفتحة الأساسية، هي فتحة الكونسول. يبقى راوتر بخرجه من كرتونته عبارة عن اوبريتنج سيستم، لكن هو لا متبرمج ولا أي حاجة. طب عايز ابتدي ابرمجه، وعايز ابتدي اديله اي بي هات، وعايز ابتدي اتعامل معاه بقى، اوصله بالشبكه بتاعتي، اعمل ايه؟ لا، لازم اوصله بجهاز الكمبيوتر وبرمجه. اوصله ازاي؟ فاكرين نوع الكابل اللي احنا قلنا عليه، النوعين اللي اتكلمنا عليهم، نوع اسمه ستاندرد او اللي هو الستريت علشان اوصل اجهزه مختلفه، ونوع تاني اسمه كروس اوفر عشان اوصل اجهزه المتشابهه. لا، في نوع تالت بقى برضو نوهنا عنه، بس قلنا هنسيبه لوقته بقى. النوع التالت ده اسمه رول اوفر كيبل. رول اوفر كيبل هو النوع الثالث من انواع الكابلات في التوصيل. بيتوصل ازاي؟ احنا قلنا في الكابلات الستاندرد لازم ليها ترتيب معين، ابيض برتقاني برتقاني، ابيض اخضر ازرق، ابيض ازرق اخضر، ابيض بني بني. ده طرف، الثاني لو بقى زيه كده بقى كابل ستاندرد او ستريت يعني. لو بدلت، طرف بقى بالترتيب اللي احنا قلنا عليه ده، ابيض برتقاني برتقاني والكلام ده، وطرف ستة كده بقى كروس اوفر. طب الرول اوفر بيبقى ايه؟ رتب اي طرف من واحد للثمانية، والطرف الثاني رتبه من ثمانية لواحد. بس هتجيب ار جي في الكاب، يبقى ابيض برتقاني برتقاني، ابيض اخضر ازرق، ابيض ازرق اخضر، ابيض بني بني. الطرف الثاني زيه بالظبط بس معكوس، يبقى ابيض برتقاني من على اليمين بقى مش من على الشمال، زيه بالظبط بس معكوس، نفس الترتيب. وار جي هنا وار جي هنا وار جي هنا، خلاص. وعن طريق
سامعيني كده يا جماعة؟ طب نعمل بول سريع. معلش يا جماعة بقى، احنا كده هنضيع وقت، الواحد هيقعد يدور كتير. يا ريت الصورة هتظهر دلوقتي. الناس اللي مش شايفين يكتبوا، اللي مش شايفين يكتبوا، اللي مش تمام كده. سطح المكتب متهيألي تمام. طيب كده، مدام في ناس منكم سامعيني يبقى اكيد الباقي، بقى يا اما كله سامعني يا اما في حد عنده مشكله في الانترنت. بس يا ريت حد فيكم استاذنه بس يكتب لي الجزء اللي وقف عنده الشرح، شرح او اللي هم لقوا الشرح اتقطع عنده، عشان ابتدي من عنده. اي حد يكتب اي كلمه، يعني انا وقفت لغايه فين او الكونكشن قطع فين. يا رول اوفر. طيب انا كنت عمال اكلم نفسي على كده. واحد بيقول لي السبنت ماسك تقريبا هو ما جاش من المحاضرة اللي فاتت، طيب خلاص، يبقى احنا كده تقريبا وقفنا عند الرول اوفر. نعيد من اول الرول اوفر. الراوتر احنا عايزين دلوقتي نعمل ايه؟ نبتدي كرتونته. هنخرج الراوتر عبارة عن قطعة حديد مش فاهمة أي حاجة، لا متبرمج ولا واخد أي بيهات ولا أي حاجة. الراوتر لازم أوصله بجهاز الكمبيوتر عشان أبتدي أبرمجه، وأهم حاجة الأي بيهات، الفتحات بتاعته أديها أي بيهات. طيب الراوتر علشان أوصله بجهاز كمبيوتر وأتصل بيه، أنا محتاج أكتب الأي بي بتاعه وأدوس على كونكت في جهاز الكمبيوتر في برنامج معين هنقوله دلوقتي ويتصل بيه. طب ازاي اذا كان الراوتر اساسا مش واخد اي بيهات؟ لا، انا محتاج بقى اوصله بجهاز الكمبيوتر بفتحه ينفع تستقبل اتصال من غير اي بيهات، اتصال عشوائي. اي حد هيتصل من اي جهاز الفتحه دي هتقبل دخوله للراوتر، مش لازم اي بيهات. مجرد ما تستشعر اي اشاره تقوم فاتحه البورت بتاعها ومدخله الناس للجهاز. الفتحه دي اسمها فتحه الكونسول. مفيش راوتر، بيجي من غير فتحه الكونسول. علشان اتصل بفتحه الكونسول، الرول اوفر او كابل الكونسول بيبقى شكله كده. شكله فين اهو، ده شكله جاهز تمام. يا اما اعمله بايدي في حاله ان انا معيش ثمنه، هو ثمنه مش غالي قوي يعني حوالي 75 100 جنيه في الرينج ده. يا اما لو انا قاعد في صحراء ولا حاجه والتواصل مع الناس انعدم، فممكن اعمله بايدي عن طريق ان انا اكاري كابل نتورك عالي بس ليه ترتيب الوان معين. ترتيب الالوان ده عباره عن ايه؟ احنا قلنا الستاندرد عباره عن ابيض برتقاني بني، ابيض اخضر ازرق، ابيض ازرق اخضر، ابيض بني بني. على فكره الستاندرد انا ممكن اوصل اي اطراف باي ترتيب والطرف الثاني زيها واوصلهم يشتغل، بس ده كده وصله غشيمه شويه يعني، وصله واحد. فانا ترتيب الالوان ده بيدل على العلم او ان انت دارس فعلا، لكن مش معنى كده ان انا لو وصلت اي حاجه هنا والناحيه الثانيه زيها بالظبط نفس ترتيب الالوان الكابل مش هيشتغل، لا هيشتغل معايا ستاندرد كويس جدا، لكن نحب نوصله بتوصيل علمي. الرول اوفر بقى، الرول اوفر هوصل اي حاجه من واحد ل 8 والناحيه الثانيه تبقى من 8 ل 1. بسيطه جدا، اي ترتيب الوان الناحيه الثانيه زيه بالظبط بس معكوس. الناحيه الاولانيه هبتدي الترتيب، من الشمال، الناحيه الثانيه هبتدي الترتيب من اليمين.
واعمل هحتاج ليه جهاز صغير اسمه كونفرتر بيتباع بحوالي 5 جنيه تقريبا في عند الناس بتوع الالكترونيكس والحاجات دي. هو ناحية بيستقبل ار جي 45 بتاع الكابل بتاعنا، والناحية التانية بيخرج دي بي 9 او الفتحة اللي هي بتركب هنا في المذر بورد، هنشوفها مع بعض، بتركب هنا في فتحة الكم، موجودة في اغلب المذر بوردات بس القديمة شوية. بلاقي فتحة كم بيركب فيها الكابل ده او ده او الكونفرتر ده. الناحية التانية واصل مباشرة بفتحة الكونسول في الراوتر. جميل كده، من ناحية الهاردوير جاهزين. شغل يا عم الراوتر، دوس باور سويتش، ونروح بقى على برنامج شهير جدا مهما اختلف نسخ الويندوز. البرنامج ده ما كانش كنا نلاقيه دايما في الويندوز مهما اختلف، ونفضل نتساءل يا ترى البرنامج ده سايبينه ليه، بيتعمل بيه، اخيرا عرفنا بيتعمل بيه، برنامج الهايبر تيرمينال. نروح على اول بروجرامز اكسسوارز هايبر تيرمينال، بنشغل البرنامج لاول مره. البرنامج بيقول اكتب لي اي اسم للاتصال، اي حاجه، سيسكو روتر، وبختار له اي ايكون وادوس اوكي. هيبتدي يفتح لي نافذة الاتصال، يقول لي انت عايز تتصل بايه بقى، عايز تتصل اتصال مباشر بالكم ولا باي بي؟ لو كتبت له اي بي هيقول لي اكتب لي الاي بي، بس ما ينفعش، الراوتر جديد مش واخد اي بيهات. انا موصله بكم 1، خلاص اختار كوم 1، مجرد ما ادوس اوكي، مجرد ما ادوس اوكي هيتصل اتصال مباشر، بس هيجيب لي النافذة الجاية دي. اتاكد ان انا مختار من فلو كنترول نان، او ادوس ريستور ديفولت، ادوس ريستور ديفولت وادوس اوكي. كده هيبتدي مباشرة يحمل الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر، مباشرة هيحمل الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر من غير اي بيهات ولا غيره، وابتدي اكونفيجر الراوتر لاول مرة. يبقى جبنا راوتر، وصلنا كابل الكونسول بفتحة الكوم في جهاز الكمبيوتر، شغلنا الهايبر تيرمينال، واتصلنا بالكوم اتصال مباشر. الراوتر زي ما قلنا بيجي في فتحة الكونسول، دي في فتحة أساسية، الفتحة التانية فتحة الأوكسيلري الأوكس دي. دي بالظبط ممكن اوصلها بدل الكونسول على فكره، يعني ممكن كابل الكونسول بدل ما اوصله بالكونسول اوصله بالاوكسلري عادي وهيقبل اتصال عادي، بس هي مصممه خصيصا للاتصال عن بعد، عشان طبعا اوصلها بمودم ويكون طالع الانترنت، يكون طالع الانترنت في حاله ان انا عايز اتصل اتصال مباشر بالراوتر بس من خلال الانترنت. هي فتحه برضو اوبشنال، ممكن الاقيها ممكن ما الاقيهاش، لكن لا يمكن راوتر يخلو من فتحه الكونسول. طيب دي فتحات الكونفيجريشن، فتحات الكونفيجريشن. طيب يعني معنى كده الراوتر بعد ما اعمل له كونفيجريشن بوصله بقى بسويتش عن طريق فتحه الكونسول؟ لا طبعا ما يتشافش، ما ينفعش فتحه الكونسول اوصلها بسويتش علشان اخلي الاجهزه تشوف الراوتر او الراوتر يشوف الاجهزه. لا، عشان اوصل الراوتر يبقى زي الرسمه اللي عندي دي كده، اللي هي الرسمه الطبيعيه اللي موجوده في اي شبكه. راوتر طالع منه كابل رايح للسويتش، والسويتش بيوزع. ده الراوتر، وده دي الرسمه العلميه للراوتر، دايره وفيها اكس، والسويتش دايره مربع وفيه اكس برضه. دي الرسمه العلميه. خلاص هنا عايز اوصل التوصيله الطبيعيه اللي هو دور الراوتر في العالم كله هو انه يتوصل بالطريقه دي. طيب هوصله بفتحه الكونسول بقى، كونسول بقى للسويتش، والسويتش يوزع؟ لا طبعا، فتحه الكونسول دي كونفيجريشن، الكونفيجريشن. اما ان انا اوصله بسويتش لازم يكون عندي فتحه تانية اسمها فتحه ايثرنت، برضو بتقبل ار جي 45، بس مش غرضها انها تعمل كونفيجريشن للراوتر، لا غرضها بقى ان بعد ما برمج الراوتر تخرج البرمجه ديت او تستقبل اتصال من اجهزه الكمبيوتر من خلالها. الفتحه دي فتحه ايثرنت عاديه، هنشوفها كده في راوتر في اكتر من فتحه اهو. ده مثلا، لا ده برضو مثلا، لا ده برضو هو راوتر 2500 ما فيهوش فتحه ايثر بلت ان. هنشوف راوتر تاني اهو، ده مثلا، ده راوتر تقريبا 1700، ده او 1800، ده 1700، بيبقى فيه فتحه كونسول وفتحه ايثرنت عشان تتوصل بسويتش مباشره. فتحه الايثرنت دي بقى زيها زي جهاز كمبيوتر، فتحه ان اي سي عاديه، فتحه ان اي سي عاديه جدا، تتوصل بسويتش والسويتش يبتدي يوزع. لكن فتحه الكونسول فتحه كونفيجرابل، او الغرض منها اعمل كونفيجريشن للراوتر. طيب انواع فتحات الكونكشن بقى، زي ما قلنا فتحه الايثرنت بانواعها. يعني ايه بانواعها؟ يعني ممكن الاقي عندي راوتر في فتحه اسمها فتحه ايثرنت، دي اخرها 100
ميجا بت بير سكند. ممكن الاقي الفتحه اسمها فاست ايثرنت. كلهم ار جي 45 بس بيختلفوا في كفاءتهم. وانا بشتري الراوتر بختار الفتحه دي تبقى فاست ايثر ولا ايثر ولا ايثر ايثر. الفاست ايثر 1000 ميجا. اخر حاجه بقى الجيجا ايثر، دي بالجيجا 1 جيجا، 1 جيجابت بير سكند. كلهم عادي يستقبلوا ار جي 45 عادي جدا، بس حسب نوع كل فتحه. دي بسرعتها ممكن توصل اخرها 100 ميجا، دي اخرها 1000 ميجا، دي اخرها 1 جيجا، او بمعنى اصح بالجيجا بقى 1 جيجا 2 جيجا وهكذا. الفتحات ديت دي الفتحات اللي بوصلها بالسويتش. طيب في فتحات اخرى، فتحه شهيره جدا اسمها فتحه السيريال. فتحه السيريال دي تبقى بنقول عليها فتحه الوان، الوان بورت. دي بتمكنني ان انا اوصلها من رها، يعني بمعنى اصح لو حبيت استقبل اتصال من شركه اخرى او من راوتر اخر بستخدم فتحه زي فتحه السيريال، لكن ما ينفعش تروح لسويتش، يبقى الفتحه دي فتحه الوان اللي هو مصدر الانترنت اللي داخل لي عشان اوزعه للناس لازم يجي لي، او ممكن استخدم له فتحه اللي هي فتحه السيريال. نشوف شكلها كده. دي فتحه السيريال اللي راكب فيها الكابل ده، دي الفتحه الثانيه شبه، هي دي فتحه السيريال بيركب فيها الكابل اللي قدامنا ده. الكابل ده اسمه العلمي كابل V35، ده يعتبر اسم علمي واسم سوقي، يعني لو رحت اشتريه اقول له V35. طب ليه اسماء ثانيه؟ ليه اسم دي سي اي، دي تي اي، داتا كوميونيكيشن اكويبمنت، داتا تيرمينال، طرف ذكر وطرف نتاية، طرف ميل وطرف فيميل. انهي فيهم الميل؟ ده دي تي اي. طب وانهي الفيميل؟ ده دي سي اي. شكله عامل ازاي؟ نشوفه مع بعض. نقفل دول وده، نرجع تاني. ده هو ده كابل من الكابلات الجديده دي سي اي دي تي اي مره واحده، لكن فيه هو اساسا بيبقى شكله بالمنظر ده. ده الفيميل، الطرف ده الصغير بيركب في جهاز الراوتر في فتحه السيريال، والطرف الثاني جاهز ستاند باي عشان يتعشق فيه الكابل اللي جاي من راوتر اخر اللي هو الدي سي اي. بيبقى شكله عامل ازاي؟ هنشوف شكل الدي سي اي اهو. ده الدي سي اي الفيميل، ده بيركب في الراوتر وده يقوم متعشق في الطرف الثاني كده، يبقى وصلت راوترين ببعض. يبقى بعشق ده اللي هو الكبير ده النتايه في الميل ذكر ده، وكل طرف من الصغيرين راكب في راوتر، يبقى راوتر بيغذي راوتر. طب بحتاجها امتى الحاله دي؟ بحتاجها لو مثلا انا عندي، ده الشائع جدا، عندي شركه صغيره عايز اوزع انترنت للناس. طبعا دي هنتكلم عنها تفصيليا في درس الوان. عايز اوزع انترنت للناس، ف تيجي شركة مثلا زي لينك او تي داتا تقول لي انا ممكن اديك باندوتس، ممكن اديك سرعة توزعها، بس هحتاج الراوتر بتاعك عندي في البارتيشن بتاعي في السنترال، او انت تأجر لك بارتيشن قطاع كده في السنترال يكون جنب اجهزتي تحط فيه الراوتر بتاعك. هقول لها ماشي، هروح اتعاقد مع السنترال ان انا اجر جزء كده يكون جنب الجزء اللي فيه الراوتر بتاع تي داتا في السنترال، واقوم حاطط في الجزء ده الراوتر بتاعي واوصل منه كابل الدي سي اي دي تي اي اخره متر على فكره، ده طوله النهائي. اوصل وكابل دي تي اي هنا واعشق الاثنين في بعض كده، نشر من الشركه الام، يبقى كده الشركه الام ممكن توزع لي. انهي كابل بقى بيركب في عند تي اي داتا وانهي كابل بيركب عند الشركه الصغيره اللي هي بتاعتي انا اللي عايزه اتوزع؟ لا هنا في فرق. الكابل الفيميل اللي هو اللي بيركب عند الشركه الام، الشركه الموزعه اللي عندها البندوتس الضغط، فبيركب عند تي اي داتا. اما انا فهيركب عندي الكابل الدي تي اي. ليه؟ لان الكابل الدي سي اي بيسمح بالتحكم في الباندويتس، اما الكابل الدي تي اي فزي ما هتدي له داتا هياخد منك داتا ايا كانت الداتا بقى، ملوش علاقه بالتحكم فيه، ما يعرفش يتحكم في داتا. فالشركه الام او اللي عندها الباندويتس الاضخم
هيركب في راوترها كابل الدي سي اي فتحة السيريال، من الناحية التانية يتوصل عندي أنا في يتعشق في الكابل الميل اللي خارج برضو من فتحة السيريال في الراوتر عندي. في كابل مباشر بقى من غير ما يكون في وسيط في النص زي ده كده، ده اتصال مباشر من راوتر لراوتر من سيريال لسيريال على طول، برضو يعتبر دي سي اي ودي تي اي، بس منه في يعني ما فيش في النص هنا مش مقطوع وبيتعشقوا مع بعض، لا يبقى اتصال مباشر من راوتر لراوتر مباشر. هي نفس الفكره، والوصله دي او التوصيله دي اسمها باك تو باك، نوصل راوترين لبعض مباشره، الوصله دي اسمها وصله باك تو باك، راوترين متصلين ببعض مباشره. فبوصلهم، ده شكل الكابل الجاهز اهو، ده هو مفهوش بقى طرف بيتعشق في التاني. هو كله حتة واحدة. ده طرف. دي سي اي وده طرف دي تي اي، نشوفه اكثر وضوحا برضو هنا عشان الاطوال يبتدي يوزع. دي فتحات الكونفيجريشن اللي هي متمثله في الكونسول والاوكسيلري، فتحات متمثله اسمه اس انتر نتورك اوبريتنج سيستم ايو ما بيبقى كده، او داتا ثابته اسم بالظبط ريد اونلي اوبريتنج سيستم، واسم الشركه المصنعه، بيانات عامه كده زي بالظبط. يبقى عرفنا اول من اربعه الروم الراوتر دي الذاكره العشوائيه فقط. طيب رام زي رامات، هي رامات الميموري وظيفتها طول ما انا شغال لازم الداتا بتاعتها اللي بيضيفها على ارض الراوتر علشان اريح الرامات، وكمان علشان اسيف الداتا عشان لو اتفصلت الكهرباء عن الراوتر فجاه ما الاقيش الكونفيجريشن طارت، فانا هحتاج اسيف الداتا اللي في الرام على الهارد بتاع الراوتر. على فكره رامات الراوتر بتبقى صغيره، يعني ما تدورش على راوتر راماته جيجا مثلا، يعني انت لو عندك راوتر 20 فانت عندك ايه، يعني عندك حاجه مش وحشه. فرامات الراوتر غير رامات دي، الرامات تاني كوع، رامات تاني كوع، رامات تاني كوع، مين اللي بيمثلوا اي راوتر اسمها ام في رام، دي اختصار لنان فولاتايل، نان فولاتايل ريد راندوم اكسس ميموري نون فولاتايل. كلمه فولاتايل يعني متقلب، يعني الراجل ده متقلب المزاج، فولاتايل مود يعني دي نون فولاتايل يعني غير متقلبه، يعني ايه؟ يعني اللي عليها بتحفظه ما بيتغيرش. فهي دي
الهارد ديسك بتاع الكونفيجريشن. طول ما انا شغال على الجهاز وعمال اعمل كونفيجريشن، الرامات اللي قايمه بالدور لو انفصلت الكهرباء فجاه كل ده طار، فلازم الحق اسيفه زي ما بندوس كنترول اس كده واحنا شغالين على الوورد علشان نسيف على الهارد ديسك. ده نفس الكلام، لازم اكتب امر علشان اسيف الكونفيجريشن على الام دي رام. يبقى الام دي رام زي هارد ديسك كده كده، بس خاص بالكونفيجريشن اون اللي انا عملتها بتتسيف على الام دي رام. اخر كومبوننت معايا من الكومبوننتس الاساسيه حاجه اسمها الفلاش ميموري. هارد برضو بس ما بيتسيفش عليه غير نسخه الاي او اس الاصل السورس. باخد نسخه من الاي او اس بتتحط على الفلاش وابتدي افكها بقى من على الفلاش وابتدي احمل منها الاوامر وابتدي استدعيها. فالفلاش دي مش هارد ديسك للاوامر للكونفيجريشن، لا، الهارد ديسك بتاع الكونفيجريشن هو الام دي رام. الهارد ديسك بتاع الفلاش ده مصمم ان انا احط نسخه من الاي او اس عليها، الاوبريتنج سيستم اللي بيشغل الراوتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ حضرتك بدك تعمل ريفريش وتعلي الصوت حضرتك، معلش عشان الناس مش سامعة كويس والصوت ساعات بيقطع. حضرتك سامعنا؟ سامعك. طب المشكلة دي عند الناس كلها؟ للأسف عند بعض الناس. طيب اعمل، يعني انا مش عارف الريفرش هيتعمل ازاي، يعني اعمل ريفرش للبيج، اعمل ريفرش للبيج فك يعني. معلش حضرتك اعمل ريفريش وتأكد من الهواء، معلش تأكد من الهواء، معلش. عندها المشكلة دي، ساعات الصوت بيقطع وفي جزء كبير معلش يا باشمهندس، حضرتك تعمل ريفريش و حضرتك تعمل ريفريش وتعلي صوت حضرتك شوية، معلش عشان في ناس حاجات كتيرة بتقع منها. الطلبة بتستأذن حضرتك إن حضرتك تعيد الجزء الأخير، معلش. رضاء رجاء الهدوء في الشات، رجاء الهدوء في الشات عشان نقدر نتابع الجميع ونتدرب في الخط. لا باشمهندس احمد حضرتك معانا ثواني الباشمهندس معانا، ثواني ايوه يكون معانا الباشمهندس داخل خلاص. الباشمهندس احمد فعلا معانا دلوقتي، حضرتك سمعنا باشمهندس؟ حضرتك اتفضل، لو حضرتك اتفضل حضرتك. مين اللي بيقطع؟ صوت انا كمان بيقطع؟
تمام، متفاهمين المشكلة، جزاكم الله كل خير. الباشمهندس أحمد، حضرتك ممكن تفضل تبدأ تستأنف المحاضرة.